هذاك بانشو لديه الحل في الرسوم المتحركة. احنا اليوم الراغبين في الترشح سي فريد عبورة اللي نحيوه. كل عام وانت بخير سي فريد عبورة، حيوك ونحيوك على رحابة صدرك والقلب الكبير الله يبارك. عبورة عنده الحلول لكاع المشاكل الا الموت. الموت برك اللي ما قالهاش الحل، حوايج اخرين كاع عندهم الحل. لا ديال طروا غير تحلت منا قالك اودي احبس، راه كاينه مشكل وعندي الحلول. هي سي عبورة فيما يخص يعني انطلاق الموقع تاع عدل 3 البارح يعني في 5 جويلية، كثير من المواطنين وصلونا يعني شكاوي. شكاوا لك بس المواطنين شكاوا الراغب في الترشح عبورة، قالوا له يديرنا ما قدرناش ندخلوا القضية لطروا ايه روحهم في الموقع. علاش؟ لأنه هذا الموقع يوجد واحد في كل جزائر، سيرفر واحد. بالتالي تخيلوا أنه جي طلبات من 58 ولاية، سيرفر واحد يعني، وتصب في موقع واحد، سيرفر واحد. وإذا كان هذا يعني السيرفر تاع هذا الموقع صغير، يعني شوية ضعيف، ضعيف ما يقدرش أنه زرقو ما يقدرش يسجل. أحبس يتقبل. فهمتوا دوكا هذا التشخيص؟ لا أحبس. إيه والحل يا سي عبورة؟ عبورة لديه الحل، عبورة لديه الحل. أحبس إيه الحل؟ عندي اقتراح. إيه؟ اقتراحين زود لحل هذه المشكلة. إما أننا نزيدوا في لا كاباسيتي تاع السيرفر هذا الموقع، نعم، باش يقدر انه يستلم. اسمع يا طارق يعني بالعربي، اسمع هاد يعني التسجيلات. اسمع يا طارق بالعربي، اسمع. ولاية الجزائر او اننا كل ولاية ننشئ ايه مواقع عدل جهوية. اي انه مثلا ننشئ موقع عدل في الشرق خاص بولايات مثلا نقولوا احنا الغرب، وموقع عدل اخر خاص بولايات الوسط، وموقع عدل خاص بولايات الشرق، وموقع عدل اخر خاص بولايات صح. خلاص الحل دوكا واش نديروا احنا دوكا؟ واش راك طالب المشاهدين ولا المتتبعين؟ ولهذا اطلب من المواطنين من ذوي النوايا الحسنه انهم يبارطاجيو باه يلحق السلطات، باش يلحق السلطات. خلاص عدد ممكن طارق بالعليبي باش يصل. خلاص دوك يلحق طارق بالعليبي. كثرنا السيرفرات في كل جهه باش نقضوا على المشكل هذا تاع راه زرق وما قدرش يدخل للسيرفر لا بلاتفورم للموقع. عبورة لديه الحل، عبارة لديه الحل.